أعادهم مدافعا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة راح تمر 40 50 ثانية ممكن دقيقة أيضا حتى تنفذ الكرة. والآن فيك تبديل، عندك لاعب بنادي بنياس رقم 9 إنه رافائيل إلياس. رافائيل إلياس ولاعب تحطه أجنبي، لاعب أجنبي تحطه احتياط. هذا لاعب يعني ما ينشد الظهر فيه، لاعب أجنبي تحطه احتياط وأنت جايبنا تعاقد معاه قاطع مسافة.